السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بنص كيلو من الدقيق هتملي بيتك بالخير. والنهاردة هنعمل ميني بيتزا عشاق الاطفال كلها، تنفعك في اللانش بوكس، في المدارس سناكس، حاجة كده للفطار، حاجة كده ميت فول و14، سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة جدا، موجودة داخل جوه مطبخ وكل بيت. يلا بينا بقى داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا احلى ميني بيتزا دي ازاي. خليكي معايا، سهلة ومش مستاهلة وسريعة التحضير. اول حاجة انا بستخدمها نوع دقيق كويس، اي نوع بقى انت بتستخدميه. انا النهاردة بستخدم النوع ده، فحلو جدا للمعجنات. هاخد منه نص الكيس، يعني نص كيلو من الدقيق. طبعا نص كيلو من الدقيق ده هيرمي معاكي بقى، ممكن كمان تفتحي مشروع من الميني بيتزا دي. بعد كده هبدأ بقى اجيب رشة كده من الملح واحط عليه شوية من الزيت او اي نوع زيت زيتون، وبعد كده معلقة من اللبن البودر، ده بيعزز في الطعم خلي الطعم جميل جدا. قلب قلب كله يا معلم لحد ما كل الخليط الحلو ده يندمج مع بعضه. بعد كده انا كنت مجهزة الخميرة بتاعتي، مدوباها مع معلقة من السكر وشوية من المية، حطيتهم كده على الدقيق وابتدي قلبي. هزود بقى المية تدريجيا لحد ما العجينة كلها تتماسك معايا. ابتدي عجينيها عجنة كويسة، وبعد كده سيبيها تخمر لمدة نص ساعة اقل حاجة. لو مستعجلة عليها هي نص ساعة، لكن لو عايزة سيبيها اكتر من نص ساعة ساعة كده مفيش اي مشاكل. انا بصراحة نص ساعة وكنت مستعجلة عليها فطلعتها. بصوا شايفين العجينة زي العسل، ميت فل و14، تنفع في كل انواع المعجنات. عجينة هشة وقطنية. بعد كده هتبتدي بقى تكوريها الكور الحجم اللي انت عايزاه، كبيره صغيره وسط مفيش اي مشاكل. انا هعملها كده كور وسط وصغيره بصراحه، لانها عشان ترمي معايا. زي ما قلت لك ممكن تعملي منها مشروع كمان وتديها للولاد كده الصبح، يعني اكتر الامهات بيبقوا قايمين الصبح مش شايفين قصادهم زي كده، فدي بصراحه هتوفر عليهم وقت ومجهود جدا، يعني ما شاء الله. يعني تعمليها من بالليل تقومي الصبح كده يا دوب بس تحطيها في اللانش بوكس. المهم خرميها كده بالشوكة، وبعد كده هبدأ احط التوبنج بتاعي، اي بقى مكونات انت عايزاه. انا الاول معايا الصلصة، معلقة كده من الصلصة عليها شوية من الزيت، ابتدي بقى ادهني بيها الوش بحيث ان هو ايه تاخد لها وش حلو كده. المهم يعني في اللحظة دي ابتدي شغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 150، عشان خاطر اي حاجة تخش الفرن لازم يكون الفرن سخن مسبقا. المهم حطي بقى شويه من اسمه ايه الطماطم مع شويه من الفلفل، وبعد كده في كل واحده كده من الزيتونه، اي نوع زيتون، حلقات بقى اللي هو الاسمر الاخضر، يعني مش هيقول لك لا. انا النهارده بستخدم جبنه موزاريلا ملكي قصدي، فبصراحه حلوه جدا 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 في كل انواع المعجنات، هي دي الجبنه الموزاريلا بتاعتي المفضله. حطي بقى شويه حلوين كده فوق الوش في كل البيتزا اللي عندك. طريقتها سهلة، مكوناتها بسيطة لذيذة، وكل ولادنا بيحبوها واحنا كمان يا كبار. رميت معايا كمية كبيرة جدا، وفي نفس الوقت كده يعني كان طعمها زي العسل. اللي بحطه فوق الوش ده شوية من بهارات الفراخ، يعني بما ان اللي احنا عاملينها سادة فقلنا كده نطعمها شوية ببهارات من الفراخ، بيبقى طعمها تحفة. زي ما انتوا شايفين كده البيتزا طلعت وبقت زي العسل. المهم اول كده ما بتبتدي تطلع هتغطي عليها عشان تكون طرية. بصوا هي اصلا يعني شايفين الطراوة بتاعتها زي العسل، غطي عليها وسيبيها كده لمدة 10 دقايق. وده بقى اللي هو الصاج التاني، يعني ما شاء الله ما شاء الله، رمت كمية نص كيلو، رمى كمية كبيرة. احس كده اللي البيتزا عاملة زي عيش اللي هو الكايزر، حلوة قوي يعني، منفوخة وحلوة وزي العسل. بس كده هي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير، وعجينة هشة وقطنية. في نهاية الفيديو انا مستنية تعليقاتكم، مستنية ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة حلوة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.